مطرقة بيت لا يلعب إلا مع الشعراء العظام، هلال السيالي الله يرحمه، جار الله الصواط رحمة الله عليه، الجبرتي، المسعودي، مستور العصيمي الله يرحمه، وغيرهم كثر. ومن المعاصرين حبيب العازمي الله يطول في عمره ويحفظه. كان يستمع للبيت وبثقافته المتعددة يأخذ البيت ثم يصيغ الرد عليه بصيغة أخرى. أذكر أنا بيت للشاعر حبيب العازمي الله يطول عمره في أحد اللقاءات، يقول له: أنا الشاعر وأنا الماهر وأنا السابح وأنا الغطاس، وأنا اللي لو تدرهم يثبيتي ما تعداني. انظر لبيت حبيب العازمي، ما قال تحداني، قال تعداني، بمعنى أنه نمشي أنا وأنت وسور وعلى خط واحد. ماذا رد عليه حبيب العازمي اسمه الشاعر مطرقة ثبيتي الله يرحمه؟ طبعا مطرقة ثبيتي لا يضيره أن يكون حبيب علم، وحبيب علم، لكن قال له: تنوش مسجد الهادي، تنوش مسجد الهادي ودور مسجد العباس، لأن مسجد الهادي هو أصغر من مسجد العباس بتراثه التاريخي. تنوش مسجد الهادي ودور مسجد العباس، ما دام انك سواتي مكتسي ما انت بعري، يعني ما دام هذه الصفات فيك مثلي انا، ها فانت يا حبيب يعني ادعو الله سبحانه وتعالى. فمحاوراته دائما راقيه.